انا واحد عادي خالص، اسمي عمر شعراوي. اتخرجت من بيزنس او كليه تجاره، وبعد شغلي وكده عرفت ان انا مريض بالمرض ده. قعدت سنه في رحله علاج. بعد كده كنت طول السنه دي بحاول، عايز اعمل اي حاجه ليها علاقه بالموضوع ده، ان انا اساعد الناس اللي عندها بتعاني المعاناه دي او بتمر بنفس المشوار ده او ما شابه، يعني حاجه زي كده. لحد ما بعديها بسنة وكم شهر لقيت في، يعني جت فرصة بالصدفة تماما ان انا اقدر اساعد بحاجة ناس كلها تشوفها، فعملتها بصراحة وما ترددتش يعني خالص. جات لك ازاي؟ يعني مين اللي عرض عليك؟ شركة الانتاج اختارتك انت ازاي؟ الفكرة كانت معروضة عندهم، وكان حد من الناس المقربين ليا جدا شغال في الشركة دي بالصدفة، فهم قاعدين في الميتنج بيفكروا في الفكره وعايزين واحد، عايزين حد يكون يطلع الاحساس ده من جواه فعلا، حد مر بالتجربه، حد شاف الكلام ده قبل كده عشان يقدر يوصل الرساله دي للناس. فقالت لهم انا عندي حد اعرفه عنده كذا 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 وحصل له كذا كذا وصورته اهي. فانبسطوا من الفكره جدا، عجبتهم وكلمتني في تليفون قالت لي فكره كذا كذا، هنعمل حاجه مبهجه شويه المره دي في رمضان، حاجه الناس محتاجاها، وده كان انا كنت شايفه حاجه ايجابيه جدا. كمان عرفت ان كان في اغنيه وسميرة سعيد هي اللي هتغنيها، فدي كانت اضافه كويسه جدا للاغنيه. فبصراحه ما يعني كان دور، مش مجرد انك هتاخد فلوس او هتبقى نجم. لا لا، دور اوصل